يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي اللي بتبدا مع السادسه اسبوع جديد. دولاب البطولات مازال في حاجه للمزيد، وقدامنا سكه بطولات كتيره جدا محتاجين نفكر فيها ونشغل بالنا فيها بدل ما نجر المهاترات. هبدا مع حضراتكم حلقه النهارده وبدايه الاسبوع بنقطتين نظام. النقطه الاولى مرتبطه بجماهير النادي الاهلي اللي الموقف الاخير ده والضغط الشديد جدا اللي تعرض ليه النادي الاهلي في بطوله الدوري كشف، مش ليا انا الحقيقه، لاصوات كتيره جدا بتتكلم على انه حاله وثقافه جماهير النادي الاهلي لابد انها تدرس. معقوله في جمهور كوره كسب كل البطولات دي وزعلان عشان يكاد يضيع منه لقب بطوله الدوري اللي فاز بيه 15 مره في اخر 16 سنه وفاز بيه خمس سنين اخر خمس سنين على التوالي؟ معقول جمهور كوره، جمهور نادي الاهلي اللي عنده 10 بطولات افريقيا وعنده 7 سوبر افريقي وعنده مرتين مركز ثالث برونزيتين على مستوى كاس العالم للانديه زعلان عشان بطوله محليه بتضيع منه؟ حاله فريده تقريبا مش موجوده في اي مكان في الكون، مش موجوده حتى عند اكبر الانديه سواء من ناحيه التاريخ او من ناحيه النجوم او من ناحيه الالقاب، حاله فريده من نوعها ما تلاقيهاش غير في جمهور عظيم زي جمهور النادي الاهلي. النقطة الثانية الحقيقة مرتبطة بالفار. ناس كتير جدا بتتكلم انه او بتطرح رغم سذاجة الطرح انا اسف يعني انه الاهلي فاز في او الاهلي خسر بطولة الدوري في اول موسم طبقت فيه تقرية الفار. واحد، في مصر مفيش فار. فار هي فيديو اسيستنت ريفري. الفيديو دي مش موجودة عندنا في مصر. الفيديو دي ليها معايير كتيرة جدا مرتبطة بجودة الإخراج، مرتبطة بعدد الكاميرات، مرتبطة بجودة البث، بجودة الصورة، والتلاتة دول تقريبا يعني على ضمانتي كده مش موجودين عندنا في مصر. والموسم ده يثبت في مواقف كتيرة جدا إنه الفيديو ما لعبش الدور المفترض إنه يقوم بيه في مساعدة الحكام. ده إذا افترضنا حسن النية، يعني حسن نية منظومة التحكيم. لكن في النهاية الفيديو ما قامش بالدور اللي من خلاله ممكن التقنية تشتغل بكفاءة وتمنع حالة الجدل الشديدة جدا وتدي لكل فريق حقه وتأكد على مبدأ العدالة في أهم بطولة وأقوى بطولة مصرية وهي بطولة الدوري العام.